بص العصفورة، جملة بتتقال لما بنحب نعبر عن إن في شخص بيحاول يشغلنا بموضوع عشان نبعد عن الوصول لشيء ما أو لغرض تاني. وفي القرن اللي فات ظهرت مؤلفات زي كتاب سيكولوجية الجماهير للكاتب الفرنسي جوستاف لوبون اللي اتكلم عن طرق وسيكولوجية للتحكم في الجماهير. الكتاب انتشر بشكل واسع وظهرت نظريات بتتكلم عن شيء اسمه فخ الإلهاء، وده بيكون المدخل للتحكم في الشعوب. الكاتب والمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي لخص استراتيجية التحكم في الشعوب في 10 نقط. أول نقطة تسمى استراتيجية الإلهاء، اللي قال فيها إن العنصر الأساسي للرقابة الاجتماعية هو استراتيجية التشتيت التي تعمل على صرف انتباه الجمهور عن القضايا والتغيرات المهمة، وذلك من خلال تقنية نشر المعلومات التي تشتت الانتباه والغير مهمة. بيكمل تشومسكي كلامه بيقول إن استراتيجية التشتيت ضرورية لمنع المصلحة العامة من المعرفة الأساسية في كل المجالات العلمية المهمة. النظرية اللي توصل ليها تشومسكي خطيرة جداً ومليانة نقط بتحصل من زمان، لكن تنفيذها دلوقتي بقى بشكل أكتر احترافية. ولكن أهم نقطة هي إلهاء الشعوب، والميديا هي أقوى وأهم سلاح في الموضوع. أخبار مزيفة، خلق مشاكل وهمية وغيره كتير، وأصبح الترند هو سمة العصر. لو ركزنا شوية هنلاقي من زمان إن الحكام هم اللي كانوا بيقوموا بالموضوع ده، لكن دلوقتي الوضع اتغير، وحتى الحكومات نفسها بكل قوتها وقعت في فخ الإلهاء، وبقت الحكومات في العالم في مواجهة مباشرة، واللي في بعض الأحيان أدى الموضوع لانهيار دول، والأمثلة كتير. ولو ركزنا شوية هنلاقي إن في قائمة أثرياء العالم شباب ما تعداش عمرهم 40 سنة، زي مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، والفيسبوك النهاردة بيقدر يغير سياسات وحكومات. الملياردير إيلون ماسك اشترى تويتر، واللي كتير بيعتبره محرك أساسي في الرأي العام العالمي، في صفقة خيالية ب$40 مليار. والغريب إن قيمة تويتر الحقيقية أقل من كده بكتير. مش ملاحظ إن ده مش منطقي؟ السينما وكرة القدم وأشكال كتير بقت بتستخدم لأغراض وأهداف بعيدة عن أذهاننا. الإلهاء سلاح مهم في حروب ما يسمى بحروب الجيل الرابع، لكن الحقيقة هو أهم أسلحة إبليس مع البشرية. حبي أستاذ فيليب، يعني بعد ما شفنا التقرير أسمع رأي حضرتك فيه. طبعا التقرير بيتكلم على الإلهاء بمستوى العالم كله، مستوى حكومات بمستوى شغل عالي جدا. طبعا الغرض الأساسي من التقرير اللي احنا سمعناه انه خلق شعوب تفصيل، يعني ازاي ان انا افصل الشعوب على مقاس سياساتي انا او فكري انا. النقطة الثانية عمل من خلال الإلهاء زي تقدري تقولي يونيفورم موحد للتفكير، ان انا باصنع تفكير في اتجاه معين من خلال السوشيال ميديا واللي بتتحكم فيها مؤسسات أمريكية جبارة، الميديا الأمريكية الجبارة، زي ما شفنا انه إيلون ماسك اشترى مثلا تويتر بمبالغ فتفوق القيمة الإجمالية بتاعة تمنها الحقيقي. ده علشان أقدر أخلق نوع من اليونيفورم الموحد للتفكير من خلال الآلات اللي كل الناس تقريبا بتستخدمها، أقدر أحط أفكار معينة أصنع بيها، أو إن أنا أعمل شعوب تفصيل هي بتفكر في نفس الاتجاه اللي أنا عاوزها تفكر فيه مش اللي هي بتفكر فيه، حطهم في الخانة أو في القالب ده بعيدا عن هم يطلعوا من بره. ودوت اللي حصل يمكن في الفترة اللي فاتت لما شفنا مثلا فجأة حاجة اسمها الربيع العربي. الربيع العربي ثورات قامت موحدة، ازاي ده حصل؟ حصلت بنفس الفكرة ان انا عملت افكار معينة موحدة عند شعوب معينة، انا عاوز اعمل انقلاب في البلد دي، انا عاوز اعمل اطمر البلد دي، فبعمل الفكرة دي من خلال الإلهاء اللي اتكلم عليه تشومسكي مثلا في الكتاب بتاعه. فكرة الإلهاء ان انا اصنع
لعبة معينة بطريقة معينة من خلال تشتيت الرأي العام في فكرة تانية خالص.